السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم رامي أحمد من جروب الهندسة الإنشائية والطرق. سنتعلم اليوم إن شاء الله كيفية تصميم الشير وول أو ما يسمى بالكور باستخدام برنامج CSI كولوم. طبعا كما هو موضح أمامنا هنا مثال بسيط يوضح لي أبعاد الشير وول. طبعا أبعاده مترين ونصف ومترين ونصف، وسماكة الشير وول 25 سنت، والمسافة الصافية بين أرجل الكور طبعا مترين. في بادئ الأمر سنقوم بفتح برنامج CSI كولوم. طبعا يمكننا رسم الشير وول بطريقتين، إما بطريقة استيراده كملف DXF أو عن طريق تبويب الدرو. في بادئ الأمر سنقوم بعمل تعديل لليونت طبعا المستخدمة في التصميم، وأيضا الكود BS97، ومن ثم نقوم بعمل ديفاين للماتيريالز نسميه كور، وقوة الخرسانة 25، قوة الريبارس أو الحديد 460، والريبار سيت يوزر نضغط أوكي. من ثم نقوم بتعديل الكفر وليكن 30 ملي. طيب لرسم الشير وول طبعا من تبويب الدرو، basic concrete shape اوكي، من ثم add shape from library. طبعا تظهر لي هذه النافذة. في بادئ الامر اول ما تقوم بفتح هذه النافذة لاول مرة لن تجد ايقونة الشير وول. وللحصول على هذه الايقونة طبعا من خلال add library from file، ونقوم باختيار الشير وول من هنا اوكي. طيب نقوم بالضغط على شير وول ونختار السي شير وول. لاحظ هذا الشكل الأقرب للمثال الخاص الذي يوجد لدينا، سنقوم بتصميمه إن شاء الله. طيب طبعا المثال لا يوجد هنا أي زيادة لأرجل الكور. طبعا لتعديل الشير وول بنفس المثال الذي لدينا طبعا نقوم بتعديل البي اف إلى البي اف، طبعا هذا هي البي اف وهذا الاتش وهذه البي 2 طبعا المسافة ما بين أرجل الكور، والتي طبعا سماكة الكور. طيب البي اف مترين ونص، والبي 2 المسافة الصافية ما بين الأرجل مترين اوكي، هذه البي اف وهذه البي 2 وهذه الاتش وهذه التي سماكة الجدار. البي 2 2000 هي مترين، التي طبعا 25 سنت، والاتش مترين ونص. نقوم بالتأكد من القوة الخرسانة والكود، نضغط اوكي. لاحظ نضغط ريستور، هذا شكل الشير وول الموجود لدينا في المثال. طيب من ثم سنقوم بإدخال لودز، وليكن نقوم بإدخال الأكسيال لود ولتكن 18000، والإم إكس ولتكن 3000، والإم واي بالنسبة للبوتوم 2800، وهنا الإم إكس والإم واي بالنسبة للتوب 0، على أساس أننا سنقوم بتصميمه بالنسبة للبوتوم. سنقوم بإدخال الحديد، نضغط على قلب الكور بالزر الأيسر ضغطتين دبل كليك. نقوم بإدخال أسياخ الحديد من خلال الريبار كالكوليتر، ولتكن على سبيل المثال 70 سيخ فاي 14 يساوي، نضغط على بليس راوند بريميتر، نضغط أوكي. لاحظ قام بتوزيع أسياخ الحديد. طيب طبعا هنا يوجد ثلاثة أسياخ، سنقوم بإضافة سيخ هنا من Add Rebars on Mouse Click. نقوم بإضافة طبعا نقوم بإضافة D14، نقوم بإضافته هنا، من ثم نلغي التحفيز، نقوم بمساواة الأفقية والمسافة ما بين الريبارس أوكي. طبعا لإظهار التسليح الدياميتر D14،
تأكد هنا أيضا. أوكي قوة الخرسانة 25 بي اس 97، اضغط أوكي. طيب لم يتبقى لدينا سوى عمل التأكد من الكولوم كباستي راشيو. لاحظ الكباستي راشيو 0.88، أوكي أقل من الواحد، ويعتبر يعني قيمة لم نبالغ في التسليح أيضا في الأبعاد الخرسانية. نضغط دن، نقوم بالضغط على أوتو ديزاين، نقوم بعمل الأوتو ديزاين. المينيمم طبقا للكود البريطاني 0.4، والماكسيمم من 6 إلى 8%. مقدار الزيادة نجعلها 2/10، والريبرس طبعا نجعل المينيمم سمولست دياميتر 10 والماكسيمم ليكون 20. لا أريد مثلا في تصميم الأبعاد الخرسانية. أوكي قم بإلغاء التحفيز، أضغط أوكي، أضغط على Update Section، Start Auto Design، يقوم بعمل الديزاين. Done. لاحظ لم يقم بتغيير أو تعديل الأبعاد الخرسانية، وإنما قام بتعديل الديامتر. قمنا بتصميم على ديامتر 14، فعندما عملنا الأوتو ديزاين عمل قام بالتصميم، قام بتعديل الريبار ديامتر إلى 16. أوكي سنقوم مثلا بعمل النوتة الحسابية، قم بإضافة النوتة الحسابية، سنقوم بإضافة منحنى الترابط الخاص للبوتوم، بما أننا قمنا بتصميم بالنسبة للبوتوم، نضيف هذا إلى النوتة الحسابية. نقوم بإضافة مثلا الستريسز السكشن، نقوم بإضافة السكشن، نقوم بإضافة اللود، نقوم بإضافة أيضا الستريس سترين ستريس والألتميت ناتشرال أكسس، نقوم بإضافة أيضا الكومبايند إلاستيك ستريس، نقوم بإضافة جميع الستريسز الخاصة بالكور وأيضا ريبر ستريس. أوكي نقوم باستعراض النوتة الحسابية، نقوم بالضغط على جنريت ريبورت. يس هذه النوتة الحسابية الخاصة بالكور، نوتة حسابية كاملة جميلة جدا. هذا منحنى الترابط، هذه اللود، هذه الستريسز الخاصة بالأحمال المؤثرة على الكور. وبهذا ننهي درسنا، إن شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.